السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الصف السادس الإعدادي، وصلنا اليوم إلى الفصل الخامس. الفصل الخامس اللي يتكلم عن relative clause أو relative pronoun، شو ما في سميها، لكن شرحناها في حالة الربط لما تربطها بين جملتين أخذناها. اليوم نريد نأخذ relative clause لكن في حالة الفراغات. هنا عندنا شغل، وهي أن الكثير من الأساتذة لازم يعني يشتغل حسب النمط الوزاري. يعني انت من تريد تشرح الموضوع مو تشرحه كتله واحده وبعدين تخليه الطالب هو يفصل انه هذا يجي في حاله الاسقاطات، انه هذا يجي في حاله التوصيل او ربط او فراغات. لا، انت لازم تقول له تاخذ الموضوع وتشرحه كلمه حسب الصيغه الوزاريه اللي يجي بيها. ادوات الربط اللي عندنا هي كالاتي. احنا عندنا الهو والهوز والويتش والوير. شو المشكلة؟ المشكلة انه احنا عندنا اخذنا قلنا يا بقى الهو يأتي مع العاقل. طيب هاي الهوز شنو؟ هاي الهوز ايضا تأتي مع العاقل، الاسم العاقل. اوكي، الويتش تأتي مع غير العاقل. يعني إذا إجاني اسم غير عاقل فأنا راح أخليه له وجه. المشكلة اللي عندنا هنا أنا إن الوجه والوير تأتي مع المكان. شوي خلينا أفصلها أكثر بالمساحة. الوجه يأتي مع غير العاقل، بس في موقع آخر إحنا عندنا الويتش والوير، اثنينهم من الممكن ان تأتي مع المكان. خلينا نعيد، الهو والهوز يجن مع الاسم العاقل، الويتش تأتي مع غير العاقل. هاي منتهين، يعني اذا جتنا غير عاقل على سبيل المثال pen pen او book الى اخره، فهي راح نخلي له ويتش، ما عندنا مشكله بيها. لكن اذا اجاني اسم مكان على سبيل المثال بغداد، فهنا راح نكون في حيره، اي في حاله الاختيارات، نخلي ويتش او نخلي وير. شلون راح نفصل بيناتهم؟ الهو راح نيجي ورا الفراغ يا اما فعل او فعل مساعد، اما الهوز يجي وراها اسم فقط. الويتش ما لنا علاقة بها، ليش؟ لأن إذا إجاني اسم غير عاقل خلاص هي وش بعد انتهت. لكن إذا إجاني اسم المكان فنشوف أكو وراها فعل أو فعل مساعد. فإذا لقينا مكان وفعل وفعل مساعد فإحنا راح نخلي وش. أما إذا إجاني اسم أو ضمير فراح نخلي وير. طيب هواي من الاساتذه راح يجي راح يسولف يقول لا هاي القاعده نقدر نخالفها ونذكر امثله. صحيح، بس هذا حكي خارج المنهج. احنا هذا الموضوع المختص بالمنهج اللي احنا نسولف عنه هسه. اوكي، خلينا ناخذ بعض الامثله. على سبيل المثال قال لنا بغداد فراغ. I go is great. فهنا راح يقول لي who لو whose لو which لو where. هنا أنا عندي مكان وهنا أنا عندي ضمير، فإذا اجينا شفنا المكان والضمير إذا راح نخلي where I go. نفس هذا النمط في أحد السنين الأستاذ حول بيها، يعني بالامتحان الشهري أعتقد جاب لهم إياه، وبعدين امتحن بعض الطلاب اللي كانوا غايبين، فنفس الجملة جابها لكن غير بيها، قال بغداد is great I go. طيب هنا أنا هسه بغض النظر عن التركيبة اللغوية للجملة، لكن خلينا نرجع للقواعد. هنا ايش عندنا؟ عندنا بغداد مكان، وهنا عندنا فعل مساعد.
هنا تغير الوضعية، ما دام عندنا المكان وعندنا فعل مساعد هنا راح نخلي which. اوكي مثال اخر، سلمى فراغ plays tennis has come. فهنا عندنا اني سلمى اللي هي اسم وراء اسم شخص اسم عاقل، وهنا عندنا فعل ما دام عندنا سلمى وفعل راح نخلي هو. مثال اخر، سلمى father is a teacher. One ما عندي مجال اكملها، فهنا عندنا سلمى وعندنا father. ما دام عندنا سلمى وعندنا father يعني اسم باسم، فراح نخلي هوز. هذا هو الشغل اللي انتم راح تشتغلون عليه، هنا راح تقدر تميز بين هذا الموضوع وهذا الموضوع بهاي الطريقه. طيب نجي الى شغله اخرى، زين اذا قال لنا على سبيل المثال the car I bought is expensive. هنا بعد ما يحتاج، شلون ما يحتاج؟ ما دام هنا عندي كار هي غير عاقل، ما داخله ضمن هاي المشكله اللي عندنا، مشكله العاقل ومشكله المكان، الغير عاقل راسا راح نخلي له which. هاي المساله اللي عندنا هنا. المهم هو هذا الموضوع بكل بساطه، تقدرون تروحون للاسئله الوزاريه وتتاكدون من هذا الشيء، وعندنا ايضا تمرين بالكتاب تقدرون تحلونه. على العموم طلابنا الاعزاء، اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي اشتراك لايك، واذا ما عجبك حط ديسلايك، وشو خلي بقيه الطلاب يستفادون. مع السلامه.